عايز ابتدي بمقولة مأثورة بتقول: إن كان حلمك لعام فازرع الأرز، وإن كان حلمك لعشرة أعوام فازرع الأشجار، وإن كان حلمك للأبد فاستثمر في الإنسان. النهارده هنتكلم على أحد الكورسز المهمة جدا للاستثمار في الإنسان، وهو الكوتشنج. الكوتشنج أحد الحاجات المهمة جدا اللي أنا بخرج بيه كوادر، سواء على مستوى الشركات او على مستوى دول. الكوتشنج زي ما حضراتكم عارفين هو نوع من الاون ذا جوب تريننج، فاللي بيعمل الكوتشنج هو المدير المباشر في بيئه العمل الحقيقيه. عايز افتكر مع حضراتكم شخصين. الشخص الاولاني لي كوان، رئيس وزراء سنغافورة لمده 30 سنه. الراجل ده المقابل اللي اسمه دايما في اي ارتكل موجود على الانترنت هو السكسيشن بلاننج. كان بيقول دايما: أنا كل مسؤول عندي في الوزارة بتاعتي ليه بديل وبديل جاهز. الكلام ده جه منين؟ جه من خلال الكوتشنج. جاك ما السنة اللي فاتت لما اعتزل وقال إن أنا خلاص هيجي حد يدير الشركة مكاني اللي هي علي بابا، إيه اللي حصل؟ الشركة مشيت كويس جدا لأن في كوادر ناجحة موجودة في الشركة. الكوتشنج إن شاء الله هنتكلم فيه على علاقة الكوتشنج بالتريننج، هنتكلم على حاجة مهمة جدا، أنواع الكوتشنج. في الفارماسيوتيكال عندي فيلد كوتشنج وعندي اوفيس كوتشنج. هنتكلم على الستبس اللي احنا المفروض نمر بيها عشان نعرف نعمل افكتيف كوتشنج. هنتكلم على مواصفات الجود كوتش، واخر حاجه هنتكلم على حاجه مهمه جدا جدا جدا، سبيشال كيسز في الكوتشنج. انا محتاج اعرف اعمل كوتشنج للكذاب، للاجريسيف، للعنيد، لابو العريف. هنتكلم على امثله كتيره جدا لازم نعرف نعمل لها كوتشنج. هنتكلم على الكوتشنج بتاع اللو بيرفورمانس وازاي اقدر اوجهه يحسن البيرفورمانس. هتكلم على الكوتشنج بتاع الهاي بيرفورمانس وازاي احتفظ بيه في هذا البوزيشن. عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا، الكوتشنج معناه ان احنا بنتحرك، ان احنا بناخد خبره جديده. اي شركه لازم تهتم بالليفل الاساسي اللي هم السيلز سوبرفايزرز، لان هم دول اللي بيعملوا كوتشنج للميديكال ريبس، والميديكال ريبس دول هو ده المستقبل بتاع الشركه. عايز اختم بمقوله مارتن لوثر كينج اللي المفاد بتاعها انك لو مش قادر تطير اجري، لو مش قادر تجري امشي، لو مش قادر تمشي احبي، بس في الاخر لازم ايه؟ لازم تتحرك للامام. ان شاء الله تستفيدوا وتستمتعوا بكورس الميديكال كوتشنج مع يوتا ميديكال سكول.